اليوم جبت لكم خبز البيضة اللي هو خبز تركي، يجي خفيف بزاف، يجي كيما القطن، يجي ريشة البنات غير تاع رمضان، ويجيكم هايل. ما فيش مقادير يعني كبيرة بزاف. هنايا درت كاس حليب يكون دافي، سلو كاس ماء تاني يكون دافي، نديرو كامل السوائل. درت هنايا مغرفة كبيرة خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة تاع السكر، شوية ملح، وربع كاس تاع الزيت. نخلط كامل المقادير وندير الفارينة تدريجيا على حساب البنات. تخلو لاباط ديالنا تكون مطلوقه وشويه ملح بيان سور، ونخلوها تريح، ندير شويه زيت نخليها تخمر. بعد ما تخمر لي جاوني زوج خبزات البنات، زوج خبزات نحلهم بشويه زيت ونخليها تخمر. بعد ما تخمر لي نشكل الشكل اللي راني حاباته، ومن بعد ندير لها صفار البيض من الفوق، الجلجلان والسانوج واش كان عندكم في الدار. الفوق ديالي يكون سخون على 180 درجه، نطيبهم من الفوق ومن التحت. لا لا ونقدموها، لا لا شوف شحال تجي بنينه وتجي خفيفه، غير دعاوي الخير. هذا مكان